الجديد الكويتي. النهار الجديد الكويتية مصدرها صحيح، سي ان ان نقلت عليها صحيح. هنحاول نستوثق من الخبر، انا قلت لكم الخبر نقلا عن مصادره التي ذكرته. الناس استنت من ساعة احداث 1 فبراير، النهاردة عدى اسبوعين تمام والكمال، كل سنة وحضراتكم طيبين، وما تزال الحقيقة لم تظهر حتى الآن، والولاد الصغيرين الصابرين المحترمين صابرين ومستنيين نتيجة. ولكن النهاردة قرروا يعملوا مظاهرة سلمية منتمين للألتراس، شايفين تقرير مجلس الشعب مخيب للأمال، شايفين الحقيقة ما زالت بعيدة، وهم يصرون أن الطرف الثالث لن يفلت بفعلته أبدا. مرة تانية النهاردة نظموا وقفة احتجاجية بشكل سلمي أمام مكتب النائب العام، أي بعد مرور أسبوعين تماما على كارثة بورسعيد، للمطالبة بالقصاص واسترجاع حق الشهداء الذين قتلوا. دي لقطات للمظاهرة في بدايتها في العصر وهم بيستعدوا للانطلاق، ولكن المظاهرة وصلت قدام النائب العام دلوقتي، وبينضم ليها على التليفون سيادة النائب محمد أبو حامد. سيادة النائب أهلا وسهلا بيك. اهلا بيك انت حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. دلوقتي حضرتك موجود مع الالتراس ولا سبتهم؟ لا انا كنت موجود معاهم من اول المسيره لنهايتها، لانها خلصت خلاص، احنا مشينا من حوالي ربع ساعه، انا اتحركت معاهم من قدام النادي الاهلي. ايوه. وبعدين بعد كده وصلنا لغايه دار القضاء، وبعد كده مشينا من حوالي تقريبا ربع ساعه يعني. كان فيها زخم يا استاذ محمد؟ يعني كان في عدد كبير تقدر تقدره قد ايه؟ انا ما اقدرش اقدر العدد قوي، بس هي كانت ضخمه جدا يعني، يعني كان فيها زي مدرج كده مثلا من مدرجات الاستاد يعني. وكان فيها يعني الناس كلها كان عندهم حماسه، لان المسيره كانت في اولها اهالي الشهداء، فكان الكلام كله بيدور حوالين القصاص ومحاكمه المسؤولين عن ده، وانه الشعب مش هيرضى ان احداث استاد بورسعيد تكون مصيرها مصير احداث ماسبيرو واحداث محمد محمود، انها تمر مرور الكرام من غير ما يتقدم المجرم اللي وراها للمحاكمه، سواء المحاكمه السياسيه لما نتكلم عن السلطات السياسيه، او المحاكمه الجنائيه لكل من شارك في دوت. وجميل. وانفضوا بعد ما تاكدوا ان الرساله وصلت؟ اتفضوا بعد ما تاكدوا، وكانت سلميه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، ويمكن ده ياكد للشعب المصري كله انه سواء الالتراس او غيرهم من الثوار لما بينزلوا في مسيرات لحد منهم بيكسر ولا حد منهم بيحرق، طالما ان البلطجيه بتوع وزاره الداخليه ما بينزلوش وسطهم. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاطلاله.